Hello to you, nations of the earth. It's أهلا بكم مع كل أمم الأرض. إحنا في أيام مهمة بنحتفل بيها بمجد الرب اللي بيشرق في الأرض كلها. أنا عايز أقرأ لكم من نشيد الأنشاد 7:2، وهي بتتكلم عن إنه سرتك كأس مدورة ولا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ومعنى الآيات دي إنه من أعمق حتة من الداخل بيخرج شبع وبيخرج أنهار ماء. وعايزة أكلمكم على من أهم الأماكن اللي بيحصل فيها وحدة، هي مكان الشبع ده حوالين مائدة الرب، المكان اللي بنشرب من دمه وبنأكل من جسده. وزي ما الرب قال للحسقيال وقال ليوحنا إنك تأخذ السفر وأن تأكله، هيكون الأول حلو في حلقك وبعد كده مر في بطنك، لكن بالكلمة دي تقدر تخرج رسالة لأمم الأرض كلها، واللي انت بتاكله هو اللي هتتكلمه. ورب بيقول في رؤية 3 إنه هوذا أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوت وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. فخلونا في الوقت ده نأكل من الرب.